فلا يكاد يخلو منزل من وجود جهاز لوحي خاص بالأطفال. وفي ظل التقدم الرقمي في وسائل التواصل الاجتماعي سنتحدث عن مدى تأثير المحتوى الرقمي على سلوك الطفل. وللحديث عن حول هذا الموضوع ينضم معنا الإعلامي الأستاذ عبد المجيد البلوي، وهو مدرب في مجال الوعي والإعلام. أستاذ عبد المجيد حياك الله معنا في أخباركم. أهلا وسهلا وعليكم السلام، حياكم الله. أهلا ومرحبا. بداية، التساؤلات كثيرة وانت شايف في كل منزل عديد من الأطفال، كل طفل أو طفلين عندهم جهاز لوحي خاص فيهم. أنت بحكم خبرتك وتواجدك في هذا المجال، كيف تشوف أنه يؤثر المحتوى الرقمي على سلوك الأطفال؟ أولا ما ودي أبدأ قبل لا أشكر قناة المجد على هالفرصة السعيدة وعلى الثقة الغالية، وأشكرك أنت تحديدا أخوي عبد العزيز أخوي إبراهيم على البداية الموفقة، ما شاء الله عليكم. وحب أقول أن الموضوع هذا شائك جدا، في دقائق قليلة يعني ستكونوا محظوظين جدا لو استطعتم حل هذه المشكلة. ولكن احنا نعطي بعض الإشارات. خلينا أقول بشكل عام، هل وجود التقنية هذه، هل وجود الأجهزة بيننا، هل وجود التواصل الاجتماعي هو خطر بحد ذاته ولا هو حل لخطر ما؟ من وجهة نظري وبحكم تجربتي الخاصة جدا، اللي يمكن يكون قليل في البيوت عندهم نفس التجربة، اللي هي عندي طفل عنده طيف توحد. الطفل هذا تعرفون كيف له رغبات خاصة، له أكل خاص، صحيح. له سلوك معين يحتاج إلى تربية يعني في غاية الدقة وغاية الخصوصية. تخيلوا أنه وجدت أنه الأجهزة الإلكترونية هذه اللي قد يقول البعض أنها هي سبب التوحد، وهذا غير صحيح في دراسات مثبتة، أنها كانت حل كبير جدا أنقذني بعد الله سبحانه وتعالى في علاج وتعدل سلوك كبير جدا فيه. كيف وشلون وكيف صار هذا التعدل؟ لما ننظر للمشكلة بحد ذاتها أنها جاية عشان تربينا، جاية عشان تعدلنا، عشان تخلينا ننظر للحياة بنظرة ثانية. بلا شك صعب على كثير من الأسرة نسحب من الجوالات من أيدي الأطفال ثم نريدهم أن يكونوا هادئين. طبيعة الطفل يبغى يلعب، يبغى يقفز، يبغى يتحرك. تخيل معي كيف كانت سابقا الألعاب، سابقا قديما قديما يعني خشبية، وإذا الواحد يبغى يخلي طفله يمرح أكثر يأخذه معاه للعمل حقه، يعني سواء الزراعة أو تربية الماشية إلى آخره. لكن مع التطور أصبحنا نسكن في بيوت فيها أثاث، فصار اللعب يتحول إلى أثاث البيت. يعني يقفز، يعدل في الأثاث، يحوس الدنيا، يسوي مشاكل كبيرة في البيت. يعني الأم لو ما كانت مستوعبة وش قاعد يسوي الابن حتكون غاضبة جدا، لأن أثاثها اللي اشترتها وتعبان عليه قاعد يعني يؤثر عليه خارجيا، فستكون غاضبة باستمرار، رتب، عدل، شيل، حط. والأب كذلك أحيانا. تطور الموضوع وصرنا بإمكاننا نشتري ألعاب ملونة وفيها عرايس وممكن بعضها يتكلم، لكننا صرنا نراقب الألعاب هذه. إذا انكسرت، إذا مارس الطفل إبداعه وهوايته في استكشاف ما داخل هذه اللعبة، غضبنا، والله ما أجيب لك لعبة ثانية، والله ما لك غيرها. ثم احنا فاهمين الآن وش قاعد يصير بالضبط، إلين جت الأجهزة اللي الطفل قاعد يعاملها معاملة الشيء الثمين جدا اللي صعب كسره. ما سألنا أنفسنا ليش كل الأشياء سابقا يتم تدميرها من الطفل، لكن هذا تحديدا الجوال يتم رعايته وعنايته والاهتمام فيه باختصار شديد، لأنه هو هذا بحد ذاته جاي عشان يحل المشكلة. إيش المشكلة اللي قاعد يحلها؟ لكن إذا تركناها على الغالب ستكون مصيبة وليست مشكلة، وليست حل المشكلة. إيش هي؟ جميل. الأب والأم يفترض أنهم يمارسون ما كانوا يمارسوه في القديم، لما كانوا يأخذون الطفل معاهم لمكان العمل، لما كانوا جالسين معاه في مكان واحد هو قاعد يلعب. فلو كان هذا الجوال جاي عشان أمارس اللعب اللي يلعب فيها الطفل الآن، ألعب معاه أنا في هذه اللعبة، فأنا اكتشفت وين مصدر إنقاذ هذا الطفل أو وعيه أكثر. جميل. ياسين الطفل المتوحد الآن يا رب لك الحمد، كل ما وديت الجهة عشان يفحصونه يقولون احنا ما احنا فاهمين، هو طبيعي ومو طبيعي بنفس الوقت.
توحد ومتوحد بنفس الوقت. قلت لهم بإذن الله انتظروا قليلا بس وحننتقل معاه إلى مرحلة أخرى مختلفة في شخصيته وفي نطقه وفي كلامه، فقط إذا فهمنا كيف نخلي الجوالات عبارة عن محفزات، محفزات لأن فيها كمية دوبامين. يعني ما يخفى عليكم عبد العزيز إبراهيم إنه في كمية دوبامين نأخذها من الشاشات ومن الأجهزة الإلكترونية مو طبيعي. الدوبامين هذا إذا سحبناه فجأة الطفل حيصير عطشان، حيصير محتاج، أبغاه كيف أحصل عليه؟ إذن قل له بس مجرد إذا سويت كذا وسويت كذا وسويت كذا حتى ستحصل على الدوبامين المجاني اللي يجيك بكميات هائلة جدا. تخيلوا هل سيقول لا؟ غالبا لا. طيب هذا بشكل مختصر جدا لحل المشكلة. طيب أستاذ عبد المجيد، يعني كيف ممكن نجعل من هذه الوسائل تحسين لسلوك الأطفال؟ الوقت. الطفل ما يعترف بشيء اسمه عطني أو خد، هذه مع الوقت تنسى، لكنه يعترف ببقائك معه معظم الوقت. الطفل يفسر الحب هي عبارة عن الوقت، كم تقضي معه من الوقت أنت تحبني، كم تعطيني هذا تنسى مع الوقت. أي شخص يعطيه زيادة حيكون محبوب أكثر منك، لكن صدقني كأم وأب صدقوني لن يستطيع أحد أن يتغلب على الوقت الذي ستعطوه لأبنائكم لأنهم معكم في البيت. صحيح. مهما طلعوا في الخارج وجلسوا مع الناس وكذا سيكون وقت قصير، حتى لو كان ممتع جدا ولكن وقت قصير في نهاية الأمر. فإذا رجع للبيت اجلسوا معهم. معلش الحياة مليئة بالمشاغل، لكن المهمة الأساسية وأصل الخليقة هي أنك تكون خليفة. خليفة تخلف شيئا ما لتكون مخلف لشيء ما، يعني شيء ما يخلفك أيضا. صحيح. وهكذا لو أدركنا هذا المفهوم. صحيح، وهذا اللي ذكرته أن المهمة الأساسية أن تكون خليفة، وهذه كلمة مهمة ومهمة جدا. الأستاذ عبد المجيد البلوي المختص والمدرب في الوعي والإعلام، شكرا جزيلا لتواجدك معنا في أخباركم، وكان الحديث عن تأثير المحتوى الرقمي على الأطفال ونقاط عديدة عرج عليها الأستاذ عبد المجيد قبل قليل فيما يخص يعني هذا التأثير وكيف طرق الاستفادة منه داخل البيت.